احنا كمصريين بنحتل المرتبة الاولى بين كل دول العالم الاسلامي اللي بنعمل عمرات، مصر رقم واحد. في ضوابط وضعتها الحكومة المصرية لاداء العمرة، بيقولوا لحضرتك لو انت عملت عمرة في ال3 سنين اللي فاتوا، يعني لسه ما فاتش على اخر عمرة ليك 3 سنين، يبقى انت لازم تدفع 2000 ريال، يعني 10,000 جنيه تحطهم في حساب تبع البنك المركزي. ولو انت عملت عمرة في نفس العام وعايز تعمل عمرة تاني تدفع رسم 3000 ريال. طبعا ده وقف سوق العمرات، وعايز اقولك ان اغلب شركات السياحة في مصر بتعتمد على العمرة والحج، يعني في شركات معمولة تحديدا عشان كده، عشان تسفر حضرتك تعمل عمرة وحج. طبعا ده مبلغ كبير قوي، يعني هكلمك بالمصري 10,000 جنيه. انا من 3 سنين مثلا، من سنتين عملت عمر، بس جت مراتي مثلا قالت لي او امي والنبي يا ابني سفرني، فانا هسافر معاه، انا ادفع 2000 ريال، يعني 10,000 جنيه. طب لو انا كنت لسه راجع من العمرة، قال لك تدفع 3000 ريال. شركات السياحة طبعا اعترضت، الدنيا واقفة، الكل بيضغط على ان الحكومة تتراجع عن هذا القرار، بحيث انه ما ينفعش انه يستمر ده من وجهة نظر شركات السياحة، لانه بيقفل اكل عيشهم. لكن يعني شباب جهزوا لي حد من غرف السياحة يقولوا رأيهم في هذا الموضوع. بس بمناسبة بقى العمرة والكلام ده، عايز اقول لك، هل انت كمسلم تشتاق الى ان تحصل على قطعة من كسوة الكعبة المشرفة؟ تعرف كسوة الكعبة المشرفة بيتم تغييرها يوم الوقوف بعرفات، يعني يوم 9 ذي الحجة، بيبقى الحجاج كلهم في عرفات، فبيدخل سدنة بيت الحرام، والمسؤولين عن تغيير كسوة الكعبة المشرفة بيسحبوا التوب القديم وبيحطوا التوب الجديد. في بقى موقع ناشر بيقول لك لو انت عايز تحصل على قطعة من الكعبة، من كسوة الكعبة المشرفة، ده متاح قوي. الموقع اسمه رامز جاردن، يعني RUMI apostrophe S جاردن، يعني ده الموقع، وده بيتيح لأي فرد يريد أن يشتري قطعة من كسوة الكعبة أن يشتريها عن طريق صفحة هذا الموقع على الإنترنت. لما الناس دخلوا على الموقع وسألوهم هو أنتوا جايبين ده منين، فقال لك إحنا جايبينها إما من دبلوماسي سابق يعني، أو من خبراء وناس بتبقى موجودة أثناء تغيير كسوة الكعبة، وأحيانا بيبقى أثناء عمل الكسوة. مثلا نفترض يعني ان الكسوة محتاجة مثلا 1000 توب قماش حرير، فانت بتصنع 1100، فبيقول لك ده الباقي يعني. الكلام عايز اقول لك، المملكة العربية السعودية بتاخد التوب القديم، الكسوة القديمة، وبتقطعها قطع، وبتهادي بيها شخصيات اسلامية، رؤساء دول، رؤساء وزارات، وزراء اوقاف، شخصيات، دعاء مسلمين، بتدي لهم قطعة من الكسوة. لكن انت كمسلم، كمواطن عادي، اكيد مش هتروح المملكة حد هيستقبلك هناك ويقول لك خد حتة من كسوة الكعبة. لكن لو انت عايز، خش على الموقع ده وخش على صفحتهم على الانترنت واطلبهم. اسم الموقع رامز جاردن، الخبر نشره النهاردة، موقع مصراوي. لو انت عاوز قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، ولان احنا لسه بنتكلم على العمرة والكسوة، عايز اقول لك ان الازهر الشريف طلع فتوى النهاردة بيقول فيها ان الاسلام يلزم الزوج بتجهيز بيت الزوجية، ليس على العروسة شيء، ليس على العروس، يعني للغة العربية الفصحى، ليس على العروس انها تجهز. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك تدفع المهر، تجيب البيت وتفرشه كامل مكمل. طيب عشان اقول لك نص الفتوى، تلقت لجان الفتوى بمركز الازهر للفتوى الالكترونية سؤالا عن حكم الدين في كتابة الزوج لقائمة المنقولات الزوجية، وهل يجب على الزوج كتابة القائمة اذا طلبها منه ابو العروس
ابو الزوجة يعني، قال المركز تابع للازهر: المقرر في شريعة الاسلام ان الزوج هو وحده المسؤول عن اعداد وتجهيز بيت الزوجية، ولا شيء على الزوجة. خلاص ده كلام كده فهمي رسمي نظمي شرعي، ولا على اهلها في هذا الامر. يعني الاصل، انا هنا بتكلم على الاصل، ان الزوج هو اللي يجيب البيت الزوجية ويفرشه من مجاميعه زي ما بنقول. ولما صار عرف المصريين على التعاون، يعني المصريين احنا عندنا عرف كمصريين ان اهل العريس واهل العروسة يقعدوا مع بعض، انت هتفرش اوضتين انا هفرش اوضة، الكلام ده انت عليك السجادة انا عليا النجف. فقال لك وبالتالي يبقى الزوجة شاركت، فكان من حق الزوجة ان تكتب كل ما ساهمت به او اهلها في اعداد بيت الزوجية في قائمة منقولات تثبت فيها حقه. بما ان الزوجة هتشارك واهلها يشاركوا يبقى لازم تعمل القائمة. الازهر قال لك اقر بده. ثم صار العرف بعد ذلك على كتابة كل تجهيزات البيت في هذه القائمة واعتبارها جزءا من مهر الزوجة، وهذا امر لا بأس به في الشريعة. ليه؟ قال الازهر قال لان العرف مصدر من مصادر التشريع. يبقى هنرجع تاني ونقول جملتين بس نفهمهم مع بعض. الاصل ان الزوج ملزم، العريس يعني، بتجهيز بيت الزوجية من مجاميعه، وليس على الزوجة ولا اهلها شيء. بس طبعا لو احنا حددنا هذا الشرط بناتنا مش هيتجوزوا، حال البلد صعب والشباب صعب، يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنشارك. قال لك طالما بتشارك يبقى من حق والد العروس ان هو يشترط ايه؟ قائمة المنقولات. وده عرف، والعرف يقره الشرع. معايا على التليفون الاستاذ اشرف شيحة. ماشي خلاص، كنا بس هنعلق على خبر العمر. عايز اروح لخبر ايضا، وده بصراحة فاجئني، يعني هي الاخبار كلها دينية النهاردة، بس عايز اعلق عليه. وزير النقل طلب وهو بيفتح تطوير محطة دار الاوبرا اعادة اكشاك الفتوى. انا وقفت قدام الخبر ده. ليس من مهام وزير النقل، او احنا جبنا وزير النقل في الحكومة علشان يعمل لنا اكشاك فتوى في الازهر، في المحطات المترو. واكشاك الفتوى لما كانت موجودة اثارت لغط كبير جدا، وناس كتيرة يعني اعترضوا الكلام. فيجي تاني وزير النقل يطالب وزارة الاوقاف بعودة مكاتب الفتوى. الجميل بقى ان الدكتور محي الدين عفيفي الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية قال لا، رفض عودة يعني رفض العودة يعني، وقال ان احنا مش مهتمين بده، وان ده ليس من الخطط الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية. يعني ايه؟ من ليس له الحق في الطلب كوزير نقل طلب، والجهة اللي مفروض هتعمل هذه الاكشاك قالت لك لا، بصراحة ده مش احنا لا نستهدفه في الوقت الحالي، ولا يوجد تنسيق بين الازهر ووزارة النقل في هذا الصدد، وان المجمع ليس لديه الرغبة في تكرار التجربة مرة اخرى. خلاص المجمع خد هذا القرار. يعني كان طلب يعني مسار اهتمام، يعني الى كل تاجر في مصر، الى كل تاجر في مصر. الخبر ده مهم جدا عشان ما تجيش تقول انا ما عرفتش. لما انت بتسافر اي دولة برة او بتتسوق في احد مراكز التسوق الكبرى في مصر زي الهايبر ماركت والكلام ده، ليك حقوق النهاردة كمستهلك، وبصراحة بنتمتع بيها منذ سنوات، ان انا استطيع بالريسيت اللي هو الفاتورة بتاعت الشراء ارجع البضاعة اللي انا اشتريتها بشرط انها تكون في علبتها وحاجتها للمحل للهايبر ماركت اللي اشتريته منه خلال 14 يوم. اقول لهم كده معلش مش عايزها وعايز فلوسي، ما يناقشنيش. يعني البضاعة المباعة
ترد وتستبدل، مش حسب القاعدة اللي اتعودنا عليها عشرات السنين في مصر. تخش كده تلاقي واحد قاعد لك قدام البنك بتاع الفلوس ومعلق لك يافطة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هو كده عافية. لا، القانون اهو ده بقى هيلزم بيه. احنا دايما بنشتري منين؟ من الهايبر ماركت، المحلات الكبيرة اللي انتوا عارفينها. في قانون بقى جديد هيطلع لحماية المستهلك، لا بيلزم كل تاجر في مصر، كل تاجر بمجموعة من القواعد عليه يلتزم بيها. اذا ما التزمش بيها الغرامة تبدأ من 10,000 جنيه لنص مليون جنيه، نص مليون جنيه. وانا قاصد اقرا ده، خلي بلدنا يا اخي تتطور كده، ما يبقاش كل واحد عمال يعكمنا على قفانا. يعني هتطلق البنود، بيقول للتاجر ايه؟ الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، اعلام اي اخبار المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، مصدر المنتج ايه وتمنه ايه. جميع التعاملات مع المستهلك لازم تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وضع على السلع، وضع البيانات على السلع وتحديد المواصفات القياسية بشكل واضح. الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها التاجر أو يقدمها متضمنة الضرائب. تسليم المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضحا به خصائص المنتج وصفاته. الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك يعرضك للغرامة اللي تبدأ من 10,000 جنيه لنص مليون جنيه. التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق من المستهلك، من المستهلك. يعني لو أنت جاي عمال تخبط عليا الباب كده وتقول لي اشتري وإحنا مش متفقين على حاجة زي كده، لا أقدر أبلغ جهاز حماية المستهلك وتدفع غرامة من 10,000 لنص مليون جنيه. وانا بقى عايز اكلم يعني رئيس جهاز حماية المستهلك اللي هو عاطف يعقوب. انا وملايين غيري بنعاني الامرين من الاتصال، ناس تتصل بيك احنا شركة التسويق العقاري الفلانية او مش عارف الشركة ايه لإبادة الحشرات، او يعني بيبيعوا تليفوناتنا الارقام. مستر محمد يعني هو معاه الرقم ومستر معرفش ايه مستر ده في مصر يعني، فمستر محمد لو سمحت احنا شركة كذا وعايزين نبيع لك مش عارف شقة ايه ولا يا ستي انا مش فاضي، انا في اجتماع، انا في شغل، انا مش عايز، انا مش لاقي اكل يعني، ويوم ما اروح اشتري مش هشتري بالتليفون يعني كده. وكم من الرسائل غير عادية ومطاردات غير عادية، هل ده يجرمها القانون؟ استبدال السلع للمستهلك او استرداد قيمتها خلال 30 يوم، حق المستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال 14 يوم. الغرامة ايه لكل تاجر مش هيلتزم بده؟ من 10,000 جنيه لنص مليون جنيه، ده حقك كمستهلك. معايا على التليفون الاستاذ باسل السيسي، الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة الدينية. مساء الفل استاذ باسل. اهلا بيك بنا، مساء الخير. عاوز اعرف من حضرتك لما الحكومه تيجي تنظم القواعد الخاصه بالعمره فتقول لو انت عامل عمره خلال 3 سنين وعايز تعملها حالا وما فاتش عليك 3 سنين تدفع 10,000 جنيه، ولو عملتها من كام شهر وعايز في نفس السنه تدفع 15,000 جنيه، ليه شركات السياحه بتعترض بقى؟ هي شركات السياحة بتعترض لأن بتمثل المواطن اللي هي دايما بتتفاوض باسمه قدام خارج مصر وداخل مصر، لأن هو في النهاية التعامل مع المعتمر هو من خلال شركات سياحة. نعم. والمفروض اللي بيمثل المواطن هو شركات سياحة. لكن خلينا نتكلم على إن النهاردة اللي أنا بشوفه ما بقتش شركات سياحة، بقى شارع مصر كمان. كثير من المواطنين لما بيعرفوا المعلومة دي بينفعلوا بيتضايقوا، أكيد هيتواصلوا معاك وأكيد هيتصلوا عليك ويقولوا لك الكلام ده مش هيبقى مقبول. لان خلينا نتكلم ان العمره هي الحاجه الوحيده اللي بتجهزها انها بتتم من خلال القرارات الرسميه للدوله المصريه من خلال وزاره السياحه وشركات السياحه، انما السفر لكل انحاء العالم
سواء متكرر وغير متكرر لا يتم الا من خلال مباشر من خلال المسافر بطريقته او باخرى. خلينا نتكلم على ان دبي فيه 650 الف مصري سنويا بيسافروا دبي والامارات للسياحه ومتكررين، ولا يمكن تطبق عليهم القرار ده لان ما انتش تحت النظام، ما هيش تحت مظله وزاره السياحه. واخرى دول اخرى ثانيه الموضوع فيه تميز، تمييز او فيه تمييز بالسيء. انت عايز حضرتك لو انا بسافر اي دولة تانية خلال السنة ما حدش بياخد مني فلوس، ما حدش بيعمل معايا كده، اشمعنى وانا رايح اعمل عمرة يعني؟ ايوه مظبوط حضرتك. خلينا نتكلم على ان 95% من اللي بيسافروا للعمرة ناس من البساطة واقتصادياتهم الاقل المصريين، وهم بالنسبة لهم بيعتبروا العمرة هي المنفذ الوحيد بالنسبة له، اللي بالنسبة له كانت يلجأ اليها كدواء او كحالة هو شايف ان هي بتؤدي لنجاحه في حياته وانه يقدر يشتغل ويكمل حياته بالشكل ده. افتكر الحكومه، واكيد الحكومه عارفه الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس افتكر هي ليه خدت هذا القرار؟ مش اكيد لتقليل انفاق العمله الصعبه؟ خلينا اكلمك بصراحه، هو اللي حصل ان السعوديه فرضت 2000 ريال على تكرار العمره، اللي بيعمل عمل عمره السنه اللي فاتت بيدفع 2000 ريال، فالقرار طلع مقابل لنفس القرار. من كان من الاولى ان انا كحكومه اتبنى ان انا اتفاوض مع السعوديه ان انا ما يكونش فيها 2000 ريال على مصر المواطن المصري، لكن ان انا اطلع قرار مقابل لي كان انا بعاقب المصري. كمان من ناحيه ثانيه كان واجب علينا ان احنا كنا متوقعين ان تطلع تتفاوض ونقول لا ان 2000 ريال زي بعض الدول اللي معفيها من 2000 ريال من السعوديه، سواء بالمعامله بالمثل او بطريقه ما بالتفاوض. ايه المانع ان كان مصريين بظروفهم بحالتهم بطبيعتهم وعلاقتهم بالمملكه العربيه السعوديه بطبيعتهم وحبهم للعمره وبحبهم للمشاعر بشكل عام ان احنا كنا ناخد حاله من دي، ان ناخد استثناء من المملكه ان ما يكونش فيه 1000 ريال بدل ما انا احملهم 10000 جنيه ثاني اضافي. هتتفاوضوا مع الحكومه؟ احنا مش دورنا كممثل تجاري للمعتمد ان انا اروح اتفاوض، دي حكومات، دي قرارات سياديه يقابلها. هو ال 2000 ريال اللي هيدفعهم المواطن هنا هتروح للحكومه المصريه ولا للحكومه السعوديه؟ في 2000 ريال للحكومه السعوديه وقابلهم قرار اللي طالع ان في 2000 ما يعادل 2000 ريال للحكومه. يعني المواطن المصري هيدفع 20000 جنيه لو أيوة. عمل العمره خلال 3 سنين. مظبوط يا فندم. 20000 جنيه. ده غير رسوم العمره نفسها. ده غير تكلفه الرحله يا فندم. غير تكلفة الرحلة. بالمناسبة أقل تكلفة رحلة النهاردة كام جنيه؟ الاقتصادي بيبدأ من 13000 جنيه، وده في زيادة في السعر نتيجة ظروف الحالة إن إحنا فتحنا. ومش الاقتصادي؟ الاقتصادي، أنا بتكلم عن الاقتصادي. طيب وغير الاقتصادي؟ اللي بيزيد عن كده حسب الخدمات، يعني أحيانا وبعدين إحنا بنتكلم في وقت الهادي، الوقت الموسم هيبدأ في وقت هادي لما داخلين على رجب موسم ذروة ورمضان، فالأسعار بتتجاوز يعني الحال بتبدا تتضاعف بعد كده. نعم انت داخل خلاص على رجب وشعبان. الحال بتتضاعف. انا بشكرك الاستاذ باسل السيسي الرئيس السابق لغرفه شركات السياحه الدينيه. انا هطلع فاصل قصير، بعد الفاصل هيشرفني الرئيس السابق لشعبه المستوردين الاستاذ احمد شيحه، واللي كان اجرى معايا مداخله الاسبوع الماضي واللي اعلم فيه على الهوى ان هناك قائمه من السلع مصر بتستوردها، وانه هو هيقدم مقترح انه قادر فعلا من خلال روشتة هيقدمها للحكومة لو جرى اتباعها هيتم تخفيض اسعار عدد من السلع يصل الى 40% من سعرها الحقيقي، وجزء منها مثلا سيارات مثلا. يعني هنطلع فاصل، وبعد الفاصل لقائي مع الاستاذ احمد شيحة.